وسلم من أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فهل هذا الحكم عام في جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما الأنبياء فمسكوت عنهم، ولكن يجب علينا أن نحب الأنبياء لما لهم من مقام الصدق وإبلاغ الرسالة والصبر والتحمل، لأننا نحبهم لله وهم على رأس من نحبهم لله. فكما يجب علينا أن نحب الشخص لله، يجب علينا أن نحب الأنبياء أكثر وأكثر. أما أن نلحقهم بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا مسكوت عنه. نعم.